بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الكرام، عشاقي الأصالة ومحبي هذا الموروث الشعبي الكبير، تتواصل انطلاقاتنا متابعينا الكرام في كافة أقطار العالم، من هنا من أرض هذا المضمار، من ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة. تتواصل انطلاقاتنا في هذا الصباح مع سن الكبار لهجن أبناء القبائل من مسافة 8 كيلومترات. تبدأ جولة جديدة وينطلق شوط جديد من انطلاقات الخير والبركة، هكذا شوطنا العاشر الخاص بالذلل الحول المهجنات الأصايل. فانطلاقة موفقة نتمناها لجميع المشاركين. نسير مباشرة ونتابع المقدمة والمركز الأول، هذه هي اللي تتقدم المركز الأول في هذه اللحظات وتحتل البداية، وغار لراشد بن محمد بن سعيد المريحي اللي انطلقت على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما النقلة التالية مباشرة إلى المركز الثاني لأتابع القدوم من شقرة محمد بن مبارك بن دحروي العامري الذي معلن هذا الحضور مع المرتبة الثانية، بينما ننتقل إلى المركز الثالث، ثالث المراكز هنا الذهيبة القادمة على المركز الثالث اللي تعود ملكيتها للسعيدي بن حمدان بن سعيد الدرعي، هو من احتل المركز الثالث، بينما انتقل إلى المركز الرابع لأرى القدوم على رابع المراكز من بحور لمحمد بن سهيل بن هيان العامري اللي احتل المركز الرابع، بينما ننتقل إلى المركز الخامس لنتابع القدوم مع خامس المراكز. هذه هي نشوة من تنتشي على المركز الخامس لأحمد بن هاشم بن يوسف العوضي اللي احتل المركز الخامس، بينما أرى قدوم أيضا في هذه الانطلاقة من بشاير الغادمة في هذه اللحظة لرياض بن ثامر السعدون من تحتل المركز السادس، بينما ننتقل إلى المركز السابع لأرى القدوم على سابع المراكز في هذه الانطلاقة الجميلة. هذه سلابة الغادمة على المركز السابع في هذه الانطلاقة لمحمد بن ناصر بن حمود الشافي اللي يتقدم على المرتبة السابعة، بينما أرى قدوم في هذه الانطلاقة الجميلة من ري الغادمة على المرتبة الثامنة في هذه الانطلاقة لمحمد بن عبد الله بن راشد الاكتبي من احتل المركز الثامن، بينما أرى قدوم في هذه الانطلاقة الجميلة الواصلة منصورة. الغادمة في هذه الانطلاقة بداية الغادمة لسهيل بن سلطان بن مرخان الاكتبي أو سعيد بن سلطان بن مرخان الاكتبي من يقدم لنا بداية على المركز التاسع، بينما أختم النداء الأول مع هذه الجولة القدوم من قبل ريمة المبارك بن بطي بن هواش الخيلي. هكذا نتيجتنا وندائنا الأول للعشر المراكز الأولى المنطلقة في ناموس هذا الشوط، ولكن نعود والعود أحمد إلى المقدمة الأولى، نعود إلى وغار من تعلن هذه الغارة على المركز الأول من بداية الانطلاقة وهي متقدمة المشاركين. وغار على البداية تعود ملكيتها لراشد بن محمد بن سعيد المري، هنا الغادمة متابعين الكرام على المركز الأول، بينما أشوف شقرة من تنطلق على المركز الثاني مثل الحر الأشقر بشعار بن دحروي محمد
او ايضا سعيد بن مطر بن دحروي العامري اللي تابع انطلاقة شقرة مع المركز الثاني، بينما انتقل الى المركز الثالث ارى الغدوم من الشعارات الخليجية والتقدم بدأ في هذه اللحظة من بحور التي تنطلق على المركز الثالث، بحور لمحمد بن سهيل بن هيان العامري، ها هو ينطلق على المركز الثالث، بينما ننتقل الى رابع المراكز ليتابع شعار ايضا رياض بن ثامر السعدون، من يقدم لنا بشاير وبشاير هنا تبشر مع المركز الرابع الغادمة من المملكة العربية السعودية للمشاركة هنا في ميدان المرموم، ميدان الذكي دائما يقف مرحبا بالشعارات الخليجية الكبيرة الغادمة بإنجازاتها، بينما ننتقل إلى المركز الخامس لأتابع الغدوم الذي بدأ في هذه الانطلاقة من نشوى أحمد بن هاشم بن يوسف العوضي، ها هو يحتل المركز الخامس، بينما النقلة مباشرة إلى المركز السادس لأرى التسلل اللي بدأ من ريمة، ريمة الله يا ريمة مبارك بن بطي بن هواش الخيلي، من يتقدم معه في هذا الانطلاق الجميل، بينما أتابع المركز السابع اللي تتقدم فيه متابعينا الكرام الذهيبة للسعيد بن حمدان بن سعيد الدرعي الغادم على المركز السابع في هذه المسيرة الجميلة، بينما نتابع ثامن المراكز واللي تتقدم فيه منصور، ويا مخرجنا ثبت له الصورة، هذه هي منصورة الغادمة من دولة قطر الشقيقة مع هذه الانطلاقة يقدمها سعيد بن غانم ألبو سعيد الخيارين، يتقدم مع منصورة، بينما ننتقل إلى المركز الثامن لأتابع الغدوم في هذه أو التاسع في هذه الاندفاع الغادمة في هذه اللحظات، ري الغادمة لمحمد بن عبد الله بن راشد الكتبي، بينما أتابع المركز العاشر اللي غادمة على عاشر المراكز حاملة رقم 16 سلابة، هذه هي سلابة لمحمد بن ناصر بن حمود آل شافي، من يتابعها في هذا التحدي والغدوم انتصفت المسافة، وهكذا أتممنا لحضراتكم متابعينا الكرام العشر المراكز الأولى والنداء الثاني في هذه الجولة من 8 كيلومترات، يا من تتابعونا عبر قناة دبي ريسنج الناقل لأحداث انطلاقاتي سن الكبار في دانة الدنيا دبي في ميدان الذكي، نعود إلى رأس الحربة ونعود إلى المركز الأول، هذه هي وقار متابة غير أيضا وقار مع المركز الأول لراشد بن محمد بن سعيد هنا المري، يتقدم مع البداية الأولى، هذه هي وقار تأتي بالرقص المتميز مع سن الكبار بالبداية الأولى، بينما الغدوم على ثاني المراكز الغدوم بدأ والانطلاق والتحركات من بشاير الله، هذه هي بشاير اللي تعود ملكيتها لرياض بن سامر بن ثامر السعدون، يتقدم مع بشاير في المرتبة الثانية، بينما أتابع الغدوم على المركز الثالث واللي تدخلت ريمة الغادمة، ريمة المبارك بن بطي بن هواش الخيالي بدأ يتقدم على المركز الثالث، بينما المركز الرابع شقرة من الجانب الآخر لسعيد بن مطر بن دحروي العامري، بينما أتابع المركز الخامس أسماء قوية انتظرها مع الكيلو والمتر الأخير واللي بدت بالتسلل في هذه الاندفاع، نشوة نشوة يا بوي يا نشوة بدت تنتشي مع هذه الأمتار الأخيرة التي تفصلنا عن المقصورة الرئيسية، مقصورة الميدان الذكي التي ترحب بجميع الغادمين في هذه الانطلاقة والعاشقين للنواميس، نعود إلى الصدارة، نعود إلى وقار الله،
يا وقار، هذه هي وقار، بدأت تطير وقار على الصدارة مع لائحة 1400 متر الأخير. هذه وقار اللي تعود ملكيتها وقار. متابعين الكرام، تتواجد متابعين الكرام على الصدارة، تحمل أيضا في هذه الانطلاقة لراشد بن محمد بن سعيد المري الإعلان الأخير 1200. أعلان أيضا ميدان المرموم، الميدان الذكي، الكل يعلم عن هذا العنوان الأخير الذي يفصلنا عن خط النهاية. بينما أتابع شقرة، شقرة بدأت بالتحرك لسعيد بن مطر بن دحروي العامري، بينما أيضا اللي يتدخل من الجانب الآخر هذه سراب لمانع بن خليفة بن رشيد السويدي. بينما القادمة في هذه المسير اللي وصلت الدكتورة، وأول نداء للدكتورة، لا أيضا مبارك بن رغش بن طباز العامري، تواصلوا في هذا الانطلاق أهالي الطلايف في هذا الاندفاع الجميل. لكن وقار، وقار شدت الغارة، شنت الغارة مع الصدارة مع المركز الأول. الله، 600 متر الأخيرة، وقار على الصدارة، وقار على المركز الأول، تتواجد على الصدارة في هذا الاندفاع. بينما هنا القادمة على ثاني المراكز الدكتورة، الدكتورة المبارك بن رغش بن طباز، بينما القادمة شقرة لسعيد بن مطر بن دحروي العامري، والقادمة هنا عنايد، عنايد لحسين بن علي بن مبارك بن سالم بن فراج. المعركة الثلاثية تحت أيضا تحتضن هذه الأسماء القوية، ولكن عنايد انطلقت، عنايد مع المركز الأول، مع البداية الأولى. حسين بن علي بن مبارك بن فراج المري ينطلق إلى دولة قطر بلقب هذا الشوط، بلقب هذا الانطلاق الجميل. هذه هي عنايد معاندة من أجل النواميس، من أجل الانتصار المشرف في ميدان الذكي. تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما المركز الثاني وقار اللي احتلت المركز الثاني لراشد بن محمد بن سعيد المري، والمركز الثالث اللي احتلت سرابة مانع بن خليفة بن رشيد السويدي، والمركز الرابع اللي احتلت المركز الرابع بداية لسعيد بن سلطان بن مرخان الكتيبي، والمركز الخامس، المركز الخامس هقوى لسعيد بن مطر بن دحروي أم شقرة يا راعي مصيحة. هكذا نتيجتنا متابعينا الكرام، نعود بالتهنية والناموس متابعينا الكرام لمالك عنايد حسين بن علي بن مبارك بن فراج. نعود مع التوقيت الزمني الذي تدون تحت اقدام عنايد 12 دقيقة و59 ثانية وخمسة اجزاء من الثانية. فتهانينا لبن فراج على هذا الفوز. المركز الثاني اللي احتلت المركز الثاني وغار، قاطعة مسافة 8 كيلومترات في زمن وقدرة 13 دقيقة وجزء وأو ثانية وجزئين من الثانية. فتهانينا والناموس إلى مالك وغار راشد بن محمد بن سعيد المري. بينما اللي احتلت المركز الثالث متابعينا الكرام أيضا اللي أتتنا سرابة قاطعة مسافة السباق في 13 دقيقة وثانية وخمسة أجزاء من الثانية. فتهانينا والناموس إلى مانع بن خليفة بن رشيد السويدي. تهانينا والناموس للجميع.